ديال الوقفه كيعرفوا الجميع، ربما مشروع قانون المهنه او لا مشروع مشاريع قوانين الماليه هي واحد النقطه التي افاضت الكاس. المهنه تعيش مشاكل كثيره، مشاكل خاصه الاجتماعيه بالنسبه للمحامين. هذه المشاكل الاجتماعيه طبعا ما يمكن لها الا تاثر على اداء المحامي المهمه ديالو. وبالتالي اليوم من اجل تحسين هذه الوضعيه خصنا قانون المهنه يحترم كرامه المحامي، قانون المهنه اللي كيعطي مجموعه ديال الصلاحيات ماشي اللي كيضعف الصلاحيات ديال المحامي في مقابل اعطاء صلاحيات الاطراف اخرى. قانون المشروع قانون الماليه اللي مع الاسف وضع مجموعه ديال المقتضيات ما خادش بعين الاعتبار الوضعيه ديال المحامي. اليوم باش نرفعوا من الضريبه المحامي ما يتهربش من الضريبه، ولكن في المقابل خص يتم المقاربه تكون يعني عندها ابعادها لا الاجتماعيه ولا المهنيه ولا بالنسبه للمحامي، لان المفروض اليوم ورش العداله الجبائيه خصو يتفتح. كيفاش الترقيعات بالنسبه للاداء؟ اليوم انا اقول الحكومه ملي كتكون في واحد اللحظه ديال العجز كيبان لها انها تيلارجي لاسيت بهاد فرض ديال الضرائب. هذا ماشي حل، ماشي حل بالنسبه للمحامين ولا غيرهم. وبالتالي الحكومه اللي عندها جرأه وعندها شجاعه خصها تجيب مقترحات حقيقيه من اجل توفير مداخيل. المحامي مستعد لاداء الضريبه، هذا واجب وطني، ولكن في مقابل ذلك خص النظر لظروف المهنه، لظروف المحامين كيفاش كيعيشوا. المهنه ماشي واحد الملجا ديال الاستقطاب البطاله اللي كاينه في المجتمع المغربي. المهنه ادات دورها تاريخيا داخل المجتمع المغربي كما في دول اخرى. المحامين كانوا في مقدمه المناضلين داخل المجتمع المغربي من اجل تنميه البلاد، من اجل النهوض بالحقوق والحريات. المفروض انه اي اجراء او لا اي مقتضيات اللي كتخص المحامين خصو يكونوا اولا يستشارون في ذلك في اطار المقتضيات الدستوريه اللي كتكلم على مقاربه تشاركيه اللي غايبه في مجموعه ديال هاد المشاريع القوانين. وهاد المجموعه ديال المقتضيات ما يمكن لها الا تجي تكرس الوضعيه الاجتماعيه الهزيله والضعيفه ديال المحامين. وبالتالي اش كنضرو غدا الواقع المهنه واقع القضاء، وحنا راه شفنا مجموعه ديال الملفات تفتحات. يعني الدوافع المفروض منين نبغيو نتحدثوا على وضعيه ما نرجعوا للدوافع ديالها، مجموعه ديال المشاكل هاد الدوافع ديالها الوضع الاجتماعي والمهني ديال المحامين. وبالتالي المحامين من حقهم يحتجوا، هذا تعبير، ولكن في اطار كل هاد المشاكل اللي خصها تقارب بشكل شمولي مع جميع الاطراف تستحضر الحكمه والتعقل والتبصر. هذا راه مصير ديال المهنه، مصير ديال المحامين، مستقبل ديال العداله، مستقبل ديال القضاء، ومستقبل ديال البلاد. الوقفه اليوم اللي انتم كتشوفوا جاءت بناء على طلب من الجمعيه العموميه، وتوجت بواحد الموافقه من الهيئه ديال الدار البيضاء في شخص النقيب واعضاء المجلس. وهذه الوقفه جاءت بناء على واحد القوانين بما فيها هي مجموعه القوانين بما فيها مشروع قانون المهنة والقانون الضريبي، وبالنسبة للامتحان اللي جاي للأهلية نظرا للوضعية اللي كتعيشها المهنة خص توضح بزاف المسائل للرأي العام. وحنا الأمر ديالنا الكبير اللي جا مستفحل هو قانون الضريبي، فما فيش استهداف للمحامي بوحده، فيه استهداف للمواطن. وحنا المحامي يؤدي رسالة، رسالته شناهي؟ هي الدفاع عن هذا المواطن. فبالتالي مني كتجي الدولة وكدير لي التدريب المسبق على أي ملف كيدخل بمبلغ 300 درهم ابتدائيا و400 درهم في الاستئناف و500 درهم في محكمه النقد، هذا في اثقال الكاهل المواطن قبل المحامي. بالتالي حدونا من رساله الدفاع، وهذا الشيء اللي حنا كنستنكروه اليوم بهذه الوقفه. ومع ان جميع المشاريع القوانين اللي كتخص المحامي كانت احاديه الجانب، لم يتم فيها اشراك الهيئه ولا الناس اللي مسؤولين على تدبير الشان العام للمهنات المحاماه.